السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح نتعلم طريقة طبخ المكسيكانو، كتير كتير الأكل طيبة. بتمنى تجربوها، وهي طبعا غير يعني ما مكلفة وسهلة، كتير كتير سهلة. قبل ما نبدأ طريقة الطبخ بتمنى تشتركوا بقناتي إن ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسونا باللايكات إذا عجبكم الفيديو. بالبداية رح أقولكم شو مكونات المكسيكانو. عنا بصلة، جبنة قشقوان، فليفلة حمراء، فليفلة خضراء، شاورما أنا جبتها جاهزة، 200 شاورما جبتهم جاهزين. عندي زيت عربي، زيت زيتون، ملح، كاتشب، مايونيز، وعندي البليلة. بليلة أنا بجيبها من السوبر ماركت، والسمن طبعا كلياتنا نعرف السمن بنجيبه من السوبر ماركت. بالبداية رح نقشر البصلة، نفرمها ناعم، ونفرم الفليفلة. طبعا انا مجهزتهم، هي انا فرمت البصلة والفليفلة الحمراء والخضراء ناعم، شايفين هيك، وقليتهم بالزيت زيت الزيتون. اوكي، قليته بزيت الزيتون، هي هلا منتم نقليها ليستوى. بس استوى نرجع لكم. هلا رح ضيف الشاورما بعد ما استوت البليلة والفليفلة، حطيت ملح حسب الرغبة يعني. بنضيف الشاورما، في ناس طبعا بتسلق فروج بتحطه بس الصدر، بس لا انا بجيب شاورما لان تبلتها كتير طيبة بحبها. هاي ضفت الشاورما للبازيلا. هلا رح اقطع جبنة القشقوان، وهي هلا خلصت تقطيع جبنة القشقوان، هيك تقريبا جاهزة طبختنا. بس بنحاول بس شوي هيك نقلبها ل بس تستوى الجبنة، شي 5 دقايق بس، بنخليها على النار 5 دقايق. وهي خلصت طبختنا لليوم. شوفوا كيف جبنة القشقوان، شوفوا كي عبطمط، شايفين هاي جبنة القشقوان عبطمط كتير 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 بتشهي. هلا بنحط، لا قبل، هلا للأكل. شوفوا هذا المايونيز، هاي كاتشب، وهاي هلا بنحط طبعا هيك خالص الطبخة، شايفين هاي جاهزة جاهزة للأكل. صحتين وهنا على قلبكم، لا تنسونا باللايكات.